عملية تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بالتراب الإسباني للنواب المحترمين عبد السلام أخماش، محمد عبو، مرزوق مخلوف، عبد الإله حسيسن، فاطمة الليلي، ووديع بن عبد الله من فريق التجمع الوطني الأحرار. فليتفضل أحد النواب لطرح السؤال. صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدة والسادة النواب، كما هو معلوم انتهت يوم 9 ماي عملية تسوية الوضعية للأجانب المقيمين بالمملكة الإسبانية، ومن جملة الأجانب طبعا الجالية المغربية. ووصفت هذه العملية بأكبر عملية تعرفها الدولة الإسبانية من حيث تسوية الوضعية للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية. وقد شهدت هذه العملية طبعا واحد المجموعة ديال الإكراهات وكذلك العراقيل حالت دون تمكين جميع المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية لتسوية وضعيتهم. وللتذكير احنا السؤال طرحناه نهار 2 مارس 2005 طبعا اثناء العملية لحث الحكومة على اتخاذ بعض التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الوضعية ديال الجالية المغربية في هذه المدة ديال الحملة. من الإكراهات اللي عرفها المهاجرين ديالنا بالديار الإسبانية، أولا الحصول على شهادة السكن، وحنا كنعرفوا بأن الإنسان إذا كان مقيم غير قانوني فكيصعب عليه يحصل على هذه الوثيقة. كذلك العقود ديال العمل، وهذه كانت من جملة الشروط، بالإضافة إلى بعض الوثائق اللي كان مفروض الحصول عليها من إدارات من الإدارة الحكومية المغربية. وأخص بالذكر طبعا هذه العملية كانت في البداية، ولكن الحكومة استدركت ذلك. وحسب كل المصادر فإن هذه العملية شملت حوالي 80,000 مغربي، وكذلك الإحصاءات اللي كانت عند المجتمع المدني سواء الإسباني ولا المغربي فهي العدد كان 100,000. سؤالنا المطروح على الحكومة، ما مصير ديال 20,000 اللي بقات؟ وهل من إجراءات سوف تتخذ لمعالجة هذا الأمر؟ وشكرا سيد الوزير. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسيدة النائبة المحترمة والسادة النواب من فريق نيابي التجمع الوطني للأحرار. هذا السؤال ديالكم سيد النائب المحترم، بالفعل العملية التسوية مرت مجموعة المراحل ذكرتي بعض منها. بغيت نأكد أن أولا هذه العملية جت في إطار واحد العلاقات جديدة اللي كتجمع ما بين الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية، خصوصا بعد وصول الحكومة الجديدة الإسبانية الاشتراكية إلى الحكم، واللي من ضمن ما قدمت عليه واللي كنعتبره إيجابي هو تعديل القانون المتعلق بالهجرة، واللي دخل في بنود ديالو مجموعة الإيجابيات اللي استفدوها بطبيعة الحال المغاربة. هاد العملية ديال التسوية عرفت بالفعل بعض الاضطرابات في يعني في المسلسل، خلال المسلسل، وأنا ذاك كنت قمت بزيارة لديار الإسبانية وكانت لي محادثات مع السيدة كاتبة الدولة اللي إثارت انتباه الحكومة العراقي اللي كان كتعرضوا لها المغاربة، خصوصا فيما يتعلق بشهادة الإقامة وخصوصا شهادة العمل. في جميع الأحوال الآن العملية انتهت. يمكن نقول على أنه خلال هذه التسوية عرفت التغييرات، لأن السيدة كاتبة الدولة على إثر اللقاء حاولت وعملوا واحد يعني تليين المسطرة اللي خلى أنه يقبلوا عوض شهادة السكنة كل الشواهد اللي كتثبت الوجود فوق التراب الإسباني لمدة معينة. إذن كيف كتعرفوا الإحصائيات وصلنا 700,000 اللي كيحتل فيها المغاربة الدور الرقم الثالث من بعد الإكواتوريين والرومانيين. بالنسبة لنا كنعتبروا أنه جل أو أعظم المغاربة اللي تقدموا بملفات للتسوية غادي يتقبلوا، لأنه القبول للملف حد ذاته هو نوع من الاعتراف بأن الملف يستوفي لكل الشروط. كنعتبروا على أنه 70,000 هو رقم جد مهم بالنسبة لنا، وكنعتبروا أنه العملية بشكل عام هي عملية جد إيجابية. المشكل ديال الناس اللي ما تسواتش الوضعية ديالهم واللي هما يعني محط انشغال ديالكم،
احنا فتحنا كذلك حوار مع السلطات الاسبانيه واكدنا على انه التخوف ديالنا هو من انهم تكون واحد الترحيل. السيدة كاتبة الدولة أكدت على أنه بعد انتهاء العملية التسوية اللي هي عملية استثنائية غادي يبقى دائما أمام المغاربة المقيمين بإسبانيا أنهم يثبتوا أنهم حاضرين والتجذر في التراب الإسباني غادي يكون كافي باش يتفتح أمامهم مساطر متعددة. الشيء اللي كيطمئننا وكيخلينا أننا احنا مستمرين في الحوار. واليوم كان مع اللقاء مع رئيس الديبوتاسيون ديال المجلس الإقليمي ديال كاتالونيا واللي أكدنا على أنه هذه العملية قدر ما هي مهمة الأهمية ديالها ما يمكن لها تكون إلا استوفت كل ومست كل المغاربة. وكذلك بالموازاة قمنا بإجراءات أخرى لإدماج إيجابي لكل المغاربة. شكرا. شكرا. تعقيب 55 ثانية. كنشكر السيد الوزير والحكومة من خلالها على العمل اللي قامت به، وكذلك كنتمناو باش الحكومة تفتح حوار مع باقي الدول الاتحاد الأوروبي لكي يحدوا جميع الدول حدوا ما حدث بإسبانيا لتسوية الوضعية جميع المهاجرين المقيمين يعني في دول الاتحاد الأوروبي. كما ما تفوتنيش هذه المناسبة باش نوه بالمصالح ديال القنصليات على جميع التراب الإسباني اللي قاموا به مجهود كبير من مدريد، برشلونة، ألميريا، سبيليا، الجزيرة الخضراء، ولاس بالماس، وبالمجهودات اللي قاموا بها. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم.